بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حنان مصطفى. ان شاء الله بإذن الله هنكمل النهاردة المشهد رقم 9 زي ما عملنا المرة اللي فاتت. المشهد رقم 8 بالشكل ده، وقبله كان المشهد رقم 7 بالطريقة دي. طيب دلوقتي ان شاء الله وهنعمل النهاردة المشهد رقم 9 زي ما انتم شايفين كده. الاثنين الكاركتر دول قاعدين على الكنبة زي ما انتم شايفين كده. طيب في المشهد رقم 8 كانوا الاثنين واقفين، وفي المشهد رقم 7 كان ده قاعد على الكنبه وده واقف. طيب انا هاخد سيف از من المشهد رقم 7 ده، تمام. هناخد منه سيف از. نفتح كده، نفتح كده نقول له سيف از، تمام. ونخلي بالنا قوي ان احنا ما نيجي نعدل على اي ملف زي كده، نشيل حاجة، نعمل حاجة، ما نعملش سيف، لانه هيعمل التعديل، هيسيف التعديل على الملف نفسه، تمام. لكن لما نحب نعمل ناخد من ده من اي ملف نسخة، نعمل سيف از وبعد كده نعدل زي ما احنا عايزين، عشان بس ما نضيعش الشغل اللي احنا بنعمله. هنعمل من دوت سيف از. طبعا انا عاملاه، فانا هاجي اخد اسميه مثلا خليه 009 عشان اصلا عامله البروجكت ده وعامله السين دي. هقول له سيف كده في المكان اللي انا ايه بسيف فيه الشغل بتاعي. طيب كده عملي اهو، عملي نسخه تانية سين 009 زي ما انا ايه قلت له. وادي سين رقم 8 وادي سين رقم 9 اللي احنا هنعملها دلوقتي، خلاص. طيب اولا ديت اللي احنا هنشتغل فيها دي هنعمل فيها ايه بقى؟ طبعا ديت العدسه دي احنا مش عايزينها، فبالتالي تدلتها كده. انا كده هبدا اعدل بقى في الملف بتاعي زي ما انا عايزه، وانا خلاص خدت منه سيف از وافتح دول، تمام. هنشوف بس السين رقم 9 ايه اللي ناقص فيه. طبعا عايزين ناخد شباك زي ده الناحيه الثانيه ونجيب المكتبه دي. طيب هنيجي ناخد ده الاول كده كله، ادوس على الدايره دي عشان اعمل سيلكت اول لكل محتويات اللير، تمام. ادوس على الدايره دي واروح عامله كليك يمين واقول له ترانسفورم واقول له ريفلكت. هيقول لي انت عايز ريفلكت على اي اتجاه، الناحيه الثانيه، على الفيرتيكال. اقول له اديني كوبي منها وشيفت مع السهم يمين وابدا اخليها تتحرك ناحيه اليمين بالشكل ده. بس كمان شوية صغيرة بس كده، خلاص كده انا خدت كوبي من نفس الايه، من نفس الشباك. طيب المكتبة دي اجي اقف عليها كده كلها واقول له كنترول سي، واروح على الملف التاني ده واعمل لير جديدة فاضية واقول له كنترول في، جابها لي اهو، احطها هنا بالشكل ده. يبقى انا كده خدت المكتبة من ملف حطيتها في ملف تاني، خلاص كده السين دي تمام كده كملت اهي، ما عدا بس الايه الكاركتر ده عايزين نخليه يقعد على الكنبة زي ما التاني ده قاعد. طيب انا عايزة بقى اقف عليه كده، اعمله سيلكت اول كده واروح بس اطلعه برا المشهد دلوقتي، خلاص، عشان عايزة اجيب الكاركتر ده واجيبه بقى الناحية دي. شيفت سهم يمين برضو، خليه بس ايه كده بالشكل ده. وعلى فكره عايز يطلع فوق شويه عشان يبقى باين ان هو قاعد على الكنبه، تمام، بالشكل ده كده، تمام، حلو قوي. طيب الكاركتر التاني ده بقى انا هقف عليه كده اعمله سيلكت، تمام، وعايزه بس اصغره شويه. اما اجي اصغر طول مع العرض عشان يبقى فيه بس ايه نسبه وتناسب، شيفت والت وصغر شويه كده، تمام، واجي اخده بقى كده جنب اخوه هنا، ماشي. نبدا بقى نشوف هنعمل فيه ايه. نكبر كده، بصوا شايفين بقى، نجيب بقى الاداه بتاعه الدايركت سيلكشن تول دي ونيجي ناخد، شايفين النقطه اللي تحت دي، نقطتين بتوع الجلابيه اللي تحت دول، شيفت مع بعض احدد النقطة دي
والنقطة دي بالشيفت خلاص وبالسهم، وشيفت مع السهم لفوق، أبدأ أطلع لفوق كده بالشكل ده. تمام، يبقى أنا كده عملت ايه؟ خدت الجزء اللي فوق. طيب أبدأ بقى أحدد الجزء ده كده، دول كده كلهم تمام، وأصغر بس سنة صغيرة كده. وابدأ انزلهم بس لتحت شوية، شفت مع السهم لتحت. تمام ماشي، هو كده كده اصلا في المشروع الاصلي ده اصغر من ده شوية، مش جايب نفس الايه نفس الشكل. طيب كده انا عملت الجزء اللي فوق تمام، هنسيب الرجلين دي دلوقتي. هنا عايز اخد الجزء ده لهنا، على فكرة دي عايزة تطول لتحت شوية، يعني اخد النقطتين دول، النقطة دي والنقطة دي شيفت، وانزلهم لتحت سنة، يعني حاجة ايه حاجة بسيطة خلاص. تمام ماشي. طب انا ليه ما عملتهاش كده، سحبتها لفوق هي وخلاص، بدل ما اقعد بمسك النقط؟ عشان لو سحبتها لفوق هتلاقي فيه هنا الجزء ده هيطلع لفوق، يعني النقطتين اللي هنا بتوع الجلابيه اللي من فوق هتلاقيهم طلعوا لفوق وشوهت المنظر بتاع الكاركتر. طيب انا عايزه اخد بقى ده، عايزه اخد الايه الريكتانجل ده. طيب اقول الت واسحب مع الشيفت كده، مش لازم شيفت كده كده انا ايه اغيره. طيب بس هنا هو موجود مع الكاركتر ده، فلازم كده اطلعه من هنا واحطه مع الكاركتر التاني. ماشي، هو هنا بقى مع الكاركتر ده، اولا هو كبير شوية فعايز يقل في حجمه كده شوية تمام، وعايز يبقى ورا، يعني مش عايز يبقى فوق كده، عايز ينزل لتحت ما يبقاش هنا. عايز يبقى ورا الجروب بتاع الايد، ايوه كده عايز يبقى ورا الجروب بتاع الايد ده، وعايز ياخد نفس درجة اللون بتاع دي. تمام كده بالشكل ده ماشي، بس عايز يطلع لفوق شوية، نطلعه بس هيبقى بالشكل ده. طيب فاضل ايه كمان؟ فاضل نعمل ريكتانجل هنا كده، نجيب ريكتانجل ونعمل ريكتانجل كده لحد تحت ماشي. دي هتكون بدرجة اللون بتاعت الجلابية دي، وهتكون لتحت بعد دي كده ماشي. طيب اولا هو هنا بس في الجزء ده، النقط دي عايزة بس ايه خش سنة بس كده، حاجة بسيطة يعني مش كتير. تمام طيب، وهنيجي ناخد بقى الايه العلامات دي، يعني الخط ده نيجي ناخده كوبي برضو، نسحبه نحطه هنا، والخط التاني ده برضو ناخد منه الت ونسحبه برضو للناحية التانية. تمام طيب، ده كده بالنسبة للشكل وهو قاعد. بس في نقطة صغيرة في بس نقطة صغيرة ودي وجهة نظري يعني. طب نشوف بس الأول اللي ناقص، الناقص البتاعة دي السجادة دي، برضو كنترول سي، واجي اقف هنا على اعمل لير جديدة، واقول له كنترول في، جابها لي كده بالشكل ده، صغرها بس شوية الت وشيفت وانزلها لتحت، كبرها شوية تمام، وهتكون تحت الكاركتر بالشكل ده كده تمام. طيب كده يبقى احنا خلصنا الجزء ده.
هو في بس نقطة صغيرة زي ما انا قلت لكم، هو من وجهة نظري يعني الرجل بالنسبة للكاركتر ده هي المفروض ما تبقاش بالشكل ده كده، يعني ما فيش حد بيبقى قاعد رجليه مجنحة بالشكل ده، لا هي بتبقى بالمنظر ده. تمام، ما اعرفش هما يمكن ليهم وجهة نظر ان هما يعملوها بالشكل ده، بس يعني انا شايفاها ما هيش مناسبة او ما هيش ملائمة، فبالتالي انا ممكن اشيل دي كده واقول له ديليت واخد دول كده مع الالت واسحب مع الشيفت واخليهم ايه الناحية التانية واطلعهم بس لفوق شوية بالشكل ده. يبقى انا كده عملت رجلين كده، بقى احنا عملنا الكاركتر الاتنين على قاعدين على الكنبة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تمام، وفاضل بس الجزء البسيط ده، دوت برضو ريكتانجل هيتعمل هنا، نعمله بس فلير تانية راوند راوند ريكتانجل. تمام كده، هو هيكون بنفس درجة اللون ده. تمام، وهيجي واحد وراه، ده هو كان لونه لبني، في واحد تاني فوقيه، هنقول كنترول سي كنترول اف عشان يبقى فرونت. تمام، بس هيبقى اعلى شوية كده منه. تمام، وهيكون اصغر شوية بالشكل ده، وهيكون لونه اللون اللبني. بس هو ده كده اللي معمول هنا بالشكل ده. تمام كده، يبقى احنا خلصنا المشهد رقم 9 بشكل كامل متكامل. نشوف الوقت. تمام، حلو جدا. فاضل ايه في ورشة زيت بقى؟ فاضل حاجات بسيطة جدا، يعني لو انا كده بس ايه، نيجي نشوف كده ايه في ورشة زيت لسه بقلنا. طبعا المشهد الاولاني ده احنا عملناه خلاص، خلصناه. نيجي نشوف المشهد اللي بعد كده، المشهد ده برضو خلصناه، المشهد اللي بعده ده، المشهد ده خلصنا منه، خلصنا منه خلاص، وده كذلك. تمام، ده هيكرر نفس المشهد، رسمنا الكاركترات بالشكل ده، المشهد رقم 7. تمام، كل الكلام ده هنعمله في التجميع، الحاجات السبلاش والكلام ده هنعملها، يعني في حاجات منها هنعملها. ده المشهد اللي احنا عملناه النهاردة. فاضل ايه كده؟ فاضل بس في المشهد اللي فات حاجة بسيطة جدا، دول احنا عملناهم قبل كده بشكل تاني مختلف. خلاص، في ايوه هنا كده، هنا الجزء ده، ده بس ايه الجزء ده فاضل لنا في المشهد ده. تمام، هنعمله برضو مع الحاجات التانية اللي ناقصنا. طبعا دول معمولين، الكاركتر ده والكاركتر ده والدايرة دي معمولين قبل كده، دي بس هنعملها تاني، دي بس هنعملها، وفي حاجات تانية لسه هتتعمل برضو. طبعا ده كده كده جاهز، ده هيتعمل وده هيتعمل، يبقى كده في 3 حاجات لسه المحاضرة الجاية ان شاء الله نعملهم، والجزء ده. فكده دول بس اللي هيتبقوا نعملهم المحاضرة الجاية، وبعد كده خلاص هنبدأ نجمع الورشة بتاعتنا من اولها لاخرها. تمام، زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. يبقى احنا كده خلصنا ورشة زاد على ألف خير، إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منها أقصى استفادة. إن شاء الله لو عجبكم الفيديو أو السلسلة كلها، يا ريت تعملوا لايك وشير عشان خاطر نفيد ناس تانية بيها. وأشوفكم إن شاء الله على خير المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.